نعم، ونستقبل من جديد مراسلنا إبراهيم السويد من ريف إدلب. إبراهيم، ضعنا في صورة الأجواء حيث أنت. نعم، أهلا بك حلا، تحياتي لك ولمشاهدي قناة حلب اليوم أهلا الفضائية. بك. نعم حلا، اليوم الأجواء هي عاصفة وماطرة، سببت هذه العواصف الماطرة بالأمس على النازحين في ريف إدلب الشمالي وتحديدا مخيمات النزوح، حيث تعرضت هذه المخيمات إلى اقتلاع القيم نتيجة هذه الرياح القوية، بالإضافة إلى الأمطار التي أغرقت عشرات القيم هناك. الأوضاع الإنسانية في هذه المخيمات هي صعبة جدا حلالي في تلك المخيمات. بالأمس فرق الدفاع المدني توجهت إلى مخيم الكرامة تحديدا لانتشال الأهالي من المياه، من مستنقعات المياه نتيجة الأمطار الكثيفة التي حلت بهم هناك. هناك عشرات القيم اقتلعت من جراء هذا القيم، جراء هذا الهواء الذي حصل هناك. طبعا فرق الدفاع المدني بالامس اعطت ان هناك ما يقارب حوالي 100 خيمه تعرضت للاقتلاع وللغرق جراء هذه الموجه القويه التي حصلت بهم في المخيمات النزوح هناك. الاوضاع بشكل عام هي اوضاع انسانيه صعبه جدا. الان معظم يعني المخيمات التي اقتلعت اهاليها في العراء دون اي ماوى، دون اي شيء يسترهم من هذا البرد الشديد القارس فيها الذي يمر على ريف ادلب. إذا الموجة قوية جدا وسببت أضرار كبيرة جدا، سواء كان على باقتلاع القيم أو سواء في غرق بعض القيم. نعم، مراسلنا إبراهيم السويد كنت معي من ريف إدلب، أشكرك جزيل الشكر.